السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة هبد كورة، معكم عصام السرساوي وأول حلقات الأسبوع في كيس. الأسبوع في كيس ده هو برنامج ملخص للي حصل في مباريات الأسبوع كلها من دوري إنجليزي، دوري إيطالي، دوري أسباني، أهم المواجهات في الأسبوع هنتكلم عنها. ويلا بينا في أول حلقات الأسبوع في كيس. بس قبل ما نخش على الحلقة، صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لايك وشير للحلقة وسبسكرايب للناس الجديدة وفعل زر الجرس، ويلا بينا نخش الأسبوع في كيس. طبعا الاسبوع ده كان مليء بالاثاره والمتعه، مليء بالماتشات اللي كانت ممتعه جدا جدا، الماتشات المهمه، الماتشات اللي كانت يعني نتائج ما بين فرق كبيره بتقع، فرق كبيره بتفوز. النتائج كلها هنتكلم فيها دلوقتي، وهنبتدي بدايه من الدوري الانجليزي. بدايه هنتكلم عن ليفربول. كان حديث الاسبوع ده بسبب المشكله اللي حصلت من ساديو ماني ونرفزته وهو طالع من الملعب. ليفربول كان بيلاعب بيرلي في الاسبوع الرابع، بما ان ليفربول المتصدر فبدانا بيه. ليفربول 4 ماتشات ب 12 نقطة، يعني العلامة الكاملة في الأربع جولات. ليفربول بيتصدر جدول الترتيب زي ما احنا عارفين. ليفربول قدمت مباراة رائعة، قدر يفوز 3-0 وطلع بكلين شيت. طبعا الحادثة الشهيرة اللي قلنا عليها دلوقتي ان ساديو ماني وهو طالع اتنرفز وتعصب، ويورجن كلوب طلع بالمؤتمر الصحفي قال يا جماعة ان ساديو ماني ما كانش متنرفز من التغيير قد ما كان متنرفز ان محمد صلاح ما بظلوش الكورة. واتكلمنا في الموضوع ده وعملنا حلقة وقلنا ان ماني السنة اللي فاتت كان أناني ومحمد صلاح بيردها له السنة دي، مش بيردها له يعني بمعنى بيردها، هو بمعنى ان الاثنين كل واحد بينافس الثاني وكل واحد عايز يحرز اهداف. وانا شايف ان ماني السنه اللي فاتت كان ليه حق انه فعلا عايز يجيب اهداف، كان ممكن يأنن في فتره من الفترات. والسنه دي بندي نفس العذر لمحمد صلاح. محمد صلاح الماتش اصلا كان 2-0، انت يا ماني ما كانش فيه لازمه او مفيش داعي انك تعمل الحركه اللي انت عملتها دي. الماتش كان 2-0، محمد صلاح ضيع فرصه او فرصتين عايز يجيب هدف، انت احرزت هدف وفيرمينيو احرز هدف. محمد صلاح بدوره كان نفسه يحرز هدف عادي، يعني الدنيا ما حصلهاش حاجه، بس عدت على خير. ويورجن كلوب طبعا قال ان هتتحل في الغرف المخلقه، وفواضح فعلا ان فعلا حصل حل للازمه ومش عايزينها تتكرر تاني. ليفربول العلامه الكامله 4 من 4. تاني مباراه هي مباراه مانشستر سيتي، وكان بيواجه برايتون. مانشستر سيتي ياتي خلف ليفربول. مانشستر سيتي الحائز على الدوري السنه اللي فاتت بدوره رياض محرز لعب المباراه من اولها. رياض محرز اللي كنا بنتكلم ونقول ازاي رياض محرز يقعد دكه. رياض محرز اول ماتش كان عامل 3 اسيست، المفروض الماتش الثاني والثالث قعدهم دكه، ازاي يقعد دكه؟ لعب الماتش ده وما احرزش اهداف وما عملش اسيستات، بس عمل مباراه رائعه. رياض محرز اتمنى التوفيق في الفتره اللي جايه. مانشستر سيتي فرقه متكامله، اجويرو ودبرين كانوا متالقين وديفيد سيلفا في المباراه دي، ويمكن الثلاثي ده من اول الموسم هو متالق وبدايتهم كانت رائعة. جوارديولا عارفين انه ما بيفوتش، بيلعب كل ماتش كأنه نهائي عايز يتصدر الدوري، بس هو بيجي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط من 3 فوز وتعادل مع توتنهام. هنشوف المنافسة لسه بدري عليها، بس مانشستر سيتي بتقدم كورة جميلة، ومع عودة دي بروين لفرمته اللي احنا متعودين عليها من السنة اللي قبل اللي فاتت. السنة اللي فاتت كان في اصابة وملعبش معظم الماتشات بتاعت السنة اللي فاتت. هنشوف اللي هيحصل في الدوري. الدوري لسه طويل، بس اعتقد ان ليفربول محافظ على نفسه السنه دي ومصمم على الدوري. تشيلسي المترنح بيتعادل مع شيفيلد يونايتد 2-2، الشوط الاول 2-0، الشوط الثاني شيفيلد يونايتد يرجع ب 2-1، 2-2. محدش كان متوقع ان الماتش يعود من 2-0 ل 2-2 مع فرقه لسه صاعده من الدرجه الثانيه شيفيلد يونايتد. بس تشيلسي عارفين ان مستواها متذبذب، اتغلبت ماتش واتعادلت ماتشين وفازت ماتش، اداء متذبذب من نادي تشيلسي اللي بقياده فرانك لامبارد اللي بيلعب كوره جميله، بس هو عنده مشكله. هو هجومه قوي ودفاعه مفتوح من ورا، او بمعنى اصح دفاعه هش زيه زي الارسنال اللي هنتكلم عليها كمان شويه. يعني الدفاع مشكله في تشيلسي، الهجوم كويس جدا بقياده ابرام. طبعا احرز هدفين في المباراه دي، طبعا ابرام من اللعيبه المميزه اللي كان في إعارة السنة اللي فاتت ورجع لتشيلسي تاني. أتوقع أن تشيلسي الموسم ده لازم يدعم في يناير مدافعين، لان الدفاع كارثي بالنسبه لتشيلسي السنه دي. نيجي بقى للضحك العالي، بما اني من مشجعين مانشستر يونايتد هتكلم عن مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد فاز اول ماتش 4-0 على تشيلسي. حلو يا سيدي، حلو يا سيدي. طيب ايه اللي بعد كده؟ لا،
اتغلب الماتش اللي بعد كده من كريستال بالاس اللي بقالها 27 سنه ما فازتش على مانشستر يونايتد بالاولد ترافورد. حلو كده حلو كده. الماتش اللي بعده اتعدت مع ولفرهامبتون اللي مش عارفه تكسبها بقالها 4 ماتشات مش عارفه تكسب ولفرهامبتون. حلو كده؟ لا مش حلو كده. طيب اخر ماتش كان امبارح كان بيلاعب مانشستر يونايتد بالساوثهامبتون فازت يا حلو؟ لا ما فازتش برده. ليه ما فازتش؟ ما عرفتش تفوز برده. كان 1-0 اتعادلوا 1-1 مع ان ماجواير جه بس تتبقى الاخطاء الدفاعيه كارثيه بالنسبه لمانشستر يونايتد. سولتشاير مش عارف هو بيعمل ايه. سولتشاير مش عارف يفوز ماتشين يا جماعه. فوز هزيمه 2 تعادل زيه زي تشيلسي بالظبط. مانشستر يونايتد في المركز الثامن وتشيلسي في المركز التاسع. هو في ايه يا جماعه؟ لا انا هتكلم بقى عن فرقتي مانشستر يونايتد. هي دي الفرقه اللي كنا بنامل انها هتنافس مع الانتدابات اللي جت؟ لا مش دي الفرقه اللي هتنافس. مش دي الفرقه اللي احنا كنا منتظرين من مانشستر يونايتد الكتير ومشجعين مانشستر يونايتد. وانا اول واحد عندي كده ايه اللي هو خلاص انا ما عدتش متفائل. رجعوا لنا السير تاني يمكن يعمل اي حاجه. مانشستر يونايتد في موقف مش كويس. مانشستر يونايتد اعتقد لو اتغلبت او اتعادلت الماتش الجاي يفكروا جديا انهم يخيلوا سولتشاير اللي مش عارف يتعامل مع اللعيبه، مش عارف يختار الطريقه الامثل، مش عارف يختار التشكيله الامثل. مشى سانشيز، مشى لوكاكو، مفيش مهاجم صريح، الناس كلها مارسيال اتصاب، مش حاسين بتغير. او كمان السنه اللي فاتت هو الدور الثاني كان احسن من كده. لا مانشستر يونايتد من سيء لاسوء. هنختم بقى اهم ماتش في الدوري الانجليزي، هنختم فقره الدوري الانجليزي. ارسنال وتوتنهام في ملعب الامارات النهارده كان ماتش قوي جدا جدا. الارسنال بدوره كان نازل على ملعبه عايز يفوز وعايز يعوض الهزيمه من الماتش اللي فات من ليفربول 3-1. فنزلوا الملعب بيلعبوا كره هجوميه بس تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. ويحرز طبعا اريكسن الهدف 50 ليه في الدوري الانجليزي والهدف الاول النهارده لتوتنهام و1-0. حلو يا معلم حلو يا معلم. الارسنال تلعب يجي ضربه جزاء المعلم كين يخش يحطها جو. حلو يا معلم حلو يا معلم. خلاص المباراه تتجه لفوز توتنهام بس لاكازيت يرجع في الشوط الاول قبل انتهاء الشوط الاول بهدف عشان يبقى 2-1 ويحيى امال المدفعجيه من جديد. شفنا الشوط الثاني. الشوط الثاني طبعا الارسنال لعبت احسن من توتنهام. توتنهام ما كانتش كويسه. الافضل في المباراه من وجهه نظري كان ارسنال بس في مشكله، نفس مشكله تشيلسي اللي اتكلمنا عليها. هجوم الارسنال كويس بقياده اوباميانج وبيبي ولاكازيت قدام اللي كنا بالنادي ان اللي هي الثلاثه دول لازم يلعبوا على حساب سيبايوس طبعا اللي قعد النهارده ونزل الشوط الثاني. الشوط الثاني 2-2 وفرص ضاعت من ارسنال. والارسنال زي ما قلنا مشكلته في الدفاع زيه زي تشيلسي. ارسنال هجومه قوي، دفاعه هش، دفاعه سهل قوي انه يخترق. ديفيد لويز مش في المستوى، مستافي مش في المستوى، ومستافي ما بيلعبش. مونريال اللي ساب النهارده الارسنال وراح الدوري الاسباني مع ريال سوسيداد اعتقد كده. فلازم تدعيمات في يناير. ديفيد لويز ما يشيلش الفرقه. ديفيد لويز مش كويس. ديفيد لويز فيش. نخش بقى على الدوري الضحك والضحكويه وصباح الضحك يا اخوانا. الدوري المضحك، الدوري اللي كله كان متوقع الضحك من جانب ريال مدريد. لا الضحك دلوقتي بقى من جانب ريال مدريد وبرشلونه. محدش كان متوقع تعثر برشلونه كده في اول 3 ماتشات انه يتغلب ماتش ويتعادل ماتش ويفوز ماتش. عنده 4 نقاط من 9 نقاط. محدش كان متوقع البدايه السيئه جدا جدا لبرشلونه. طبعا برشلونه كانت بتلاعب اوساسونا وتعادلوا 2-2. مباراه دون المستوى في عدم وجود ميسي سواري. طبعا عامل كبير وموسى ديمبلي برده ما كانش موجود. عامل كبير ان ميسي مش موجود برشلونه مبقاش في حالته. فالفيردي زي ما قلنا مدرب دون المستوى. فالفيردي مش اللي يمسك برشلونه. فالفيردي عنده تحديات شهر 9 هنشوف. عنده دورتموند، عنده فياريال، عنده كمان ماتش صعب هنشوف اللي هيحصل. اعتقد فالفيردي مش هيطلع عليه شهر 10 غير لما يكون مقال. ده لو اساسا المجلس الاداره اتخذ اي اجراء ضد. استكمالا بقى للضحك وموسم الضحك، ريال مدريد بياخد هدايا بس عامل بالظبط يقول لك ايه تدي له هديه. يقول لك والله ابدا والله ما هي راجعه. لا 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 ما خدش الهديه يا عم اهو اتعادلنا لك. لا انا لازم اتعادل، عيب، احنا ماشيين على نفس الخط سوا. النهارده ريال مدريد بيلاقي فياريال. فياريال بيتقدم 1-0 يتعادل 1-1. 2-1 لفياريال. 2-2 طبعا برضو زيدان. احنا كنا متوقعين البدايه الكارثيه لريال مدريد من الماتشات الوديه وكانت غلبت 7-2 من اتلتيكو مدريد. طبعا موسم الضحك لريال مدريد بيستمر زي ما كنا متوقعين. هو فاز اول مباراه وتعادل تاني مباراه وتعادل تالت مباراه. 5 نقاط و4 نقاط لبرشلونه. طبعا ريال مدريد دفاع ريال مدريد
فاشل فاشل فاشل. راموس بيلعب لوحده، كورتوا اجازه، كورتوا لا يعتمد عليه في حراسه مرمى ريال مدريد ودفاع ريال مدريد هش، ونص الملعب مش كويس، هو الهجوم نوعا ما مش قوي كمان، هازارد مصاب ما لعبش ولا مباراه لحد دلوقتي، اللي انقذهم جاري بيل النهارده واحرز هدفين، وبسم الله ما شاء الله يعني الراجل خد الكارت الاحمر ومش هيلعب الماتش اللي جاي. بقى الفرقه اللي ما بتفوتش بقياده سيميوني اتلتيكو مدريد، العلامه الكامله 9 من 9، وبينفرد بالصداره وبيبعد عن ريال مدريد وبيبعد عن برشلونه، شكلها هتولع السنه دي يا معلم، معاه فرقه كويسه، جاب انتدابات كويسه، معاه لعيبه كويسه، دفاع ونص وهجوم، هنشوف. اعتقد اتلتيكو مدريد بالمستوى ده هي الاقرب للفوز بالدوري الاسباني السنه دي، مع ان لسه بدري. لسه بدري، مع عوده ميسي كل الموازين هتتغير، مع عوده هازارد هنشوف كره هجوميه لريال مدريد، بس الدفاع يعني انت عندك اللي قدام كويس، ورا مفتوح خالص، ورا مفيش اي مشاكل، اللي عايز يجيب جون اتفضل يا باشا حط جون. بس اتلتيكو مدريد اتوقع ان هتبقى منافس قوي، اتلتيكو مدريد هتبقى منافس قوي جدا جدا وشرس على الدوري الاسباني السنه دي، واتوقع اتلتيكو مدريد اقرب بجانب برشلونه للفوز بالدوري الاسباني وريال مدريد. خلينا نضحك كتير الموسم ده، وموسم الضحك في الدوري الاسباني ودوري الضحك الدوري الاسباني. طبعا هنختم حلقه الاسبوع بكيس بالدوري الايطالي والجوله الثانيه من الدوري الايطالي، كان في مباراتين في الجوله الثانيه، اول مباراه نابولي واليوفنتوس، ماتش كان قوي جدا جدا، بدايه الشوط يتقدم اليوفي 1-0، بعديها بشويه 2-0 ل3-0، كله قال خلاص، بس يرجع من 3-0 ل3-2 نابولي ويجيب التعادل في الشوط الثاني ويتعادلوا 3-3 لحد اللحظه الاخيره او اخر 4-5 دقائق، وجون في مرماه افضل مدافع في العالم حاليا هو كوليبالي من وجهه نظري مع فان دايك، يحرز هدف في مرماه ويفوز اليوفي 4-3. ده من المفارقات ان دانيلو احرز الهدف الاول، دانيلو محظوظ، دانيلو بيروح اي فرقه بيجيب فيها اجوال، يعني في الريال خد معاهم بطولات، مع السيتي خد بطولات، مع اليوفي هياخد بطولات، وبيأثر وبيجيب اجوان كمان في الفرق اللي بيلعب فيها، بيلعب في احسن 3 فرق في كل دوله، بسم الله ما شاء الله. الواد ده يعني لو امه دعياله مش هتبقى دعياله قوي كده، الراجل ده انا مش عارف حظه في رجله، بيروح في اي حته بيجيب اجوان وبياخد بطولات مع انه محدش بيعتمد عليه بصوره اساسيه. طبعا اليوفي منافس قوي للدوري، وهو طبعا بياخد الدوري الفتره الاخيره، بس طلع له منافس قوي السنه دي وهو الانتر ميلان. تاني مباراه النهارده الانتر ميلان وكالياري، الانتر ميلان بيفوز 2-1 على كالياري، مباراه متوسطه المستوى، مباراه ما كانتش عاليه، مباراه كانت متوسطه زي ما قلنا، يعني الماتش الاولاني الانتر عمل مباراه رائعه وكان فاز 4. الانتر منافس قوي السنه دي، بيأدي مباريات جيده في اول مباراه وتاني مباراه، هو متصدر الدوري الايطالي، اعتقد الانتر هيبقى منافس قوي وهيرخم على اليوفنتوس وهينافس اليوفنتوس ومش هيخلي اليوفنتوس ياخد البطوله بسهوله. كده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا الأولى من الأسبوع في كيس، وانتظرونا كل أسبوع بعد انتهاء الدوريات هنتكلم وملخص بسيط للمباريات المهمة في كل الدوريات. كده بنكون وصلنا لنهاية الحلقة، ريت تنزل تدعمنا بسبسكرايب للقناة، اشترك في القناة وفعل زر الجرس ولايك للحلقة وشير للحلقة، وفي كومنتات قول لنا أنت بتشجع مين، وأنت اتصدمت في مين، فرقتك فازت، فرقتك اتعدلت، فرقتك خسرت الأسبوع ده. سلام.